زهق والمجروح هذا تراب نسلنا شرق وغرب موطننا وهواها يرد الروح مش واصل جن أرض ترابها حنا وبنغازي دول مجروح وهذه تراب نسلنا شرق موطننا وهواها يرد الصيعان وانا من زينة الاوطان وطبعي بالوفا زايد طبعي بالوفا زايد موجز الاخبار من دي بي ان اف ام. هنا البي بي ان اف ام موجز لاهم الانباء يقدمه لكم احمد العمامي ومن الصوت مسعود ابو دبوس. اهلا بكم. عضو فريق المستقلين في حوار الجزائر عاطف الحاسي يؤكد ان الاتفاق السياسي لحل الازمه الليبيه اصبح وشيكا وانه يتوقع ان يتم الاتفاق في برلين بالمانيا الاربعاء المقبل معتبرا ان الحوار وصل الى مرحله التوافق على غالبيه بنوده. رئيس لجنة الأزمة ببنغازي عبد النبيل الرابحي يصرح في كلمة له في الاجتماع الثاني للجنة أن مشاكل النازحين كبيرة والنسيج الاجتماعي بدأ يتفكك داخل الأسرة الليبية مطالبا الدولة الاستعجال في حل مشاكل النازحين ومحذرا من عواقب وخيمة في حال استمرار هذه الأوضاع. دول جوار ليبيا في ختام اجتماعها بأن جميع أمس السبت تخطر الأزمة الظاهرة.